وباء اكتمال للأفراس المستوردة. فتحت البوابات على بركة الله وانطلقت المنافسة مشاهدين الكرام ما بين الأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سيارة فورد فيوجن موديل 2011 بالإضافة لمبلغ 60,000 ريال لأصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس. مشاهدين الكرام منافسة الأفراس تبدأ الانطلاقة غزوة من الخارج، ومتابعة أيضا أشاهدها كذلك من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. وايت فينيش تتابع في المركز الثالث من الداخل، وكذلك متابعة من ياوري في المركز الثاني الآن. محاولات للتقدم كذلك من الجادل من الخارج، والتقدم من الداخل يأتي من ياوري للمركز الأول الآن في هذه الأثناء تحديدا. ياوري تتقدم، غزوة تتراجع في شوط هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والاقتراب من علامة 600 متر. التقدم مع ياوري ابنة ميديشان تتقدم توسع الفارق قبل الاقتراب من الخط المستقيم والدخول في الخط المستقيم الآن. ياوري ابنة ميديشان في المركز الأول، إذن ياوري تحاول التقدم مع الاقتراب من خط النهاية وال200 متر الأخيرة. ياوري تتقدم ابنة ميديشان للمركز الأول، ما شاء الله تبارك الله، توسع الفارق إذن ياوري ما بينها وبين أقرب المنافسين. ياوري إذن